قدم نائب وزير إدارة الطوارئ الصيني سون خوا شان عملية الإصلاح والتشغيل لوزارة إدارة الطوارئ خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني اليوم الثلاثاء، حيث قال سون إن إجمالي عدد حوادث الإنتاج والحوادث الكبيرة والحوادث الكبرى انخفض في عام 2018، كما انخفض عدد الضحايا والمفقودين في الكوارث الطبيعية في عموم الصين وعدد المنازل المنهارة والخسائر الاقتصادية المباشرة بنسبة 60% و78% و34% على التوالي في عام 2018 مقارنة بمتوسط العدد للسنوات الخمس الماضية. ونجحت الوزارة في التعامل مع الأعاصير القوية والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية الكبيرة في العام الماضي. وأضاف سون أن إدارة الطوارئ قامت بإنشاء آليات لعمليات الإنقاذ، وأنه تم الانتهاء من التشكيل الأولي لنظام إدارة الطوارئ للخصائص الصينية في العصر الجديد.